اللهم اغفر لنا ذنوبنا آمين رب العالمين. وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعله سائقنا إلى الجنة، ولا تجعله سائقنا إلى النار. اللهم نوِّر بالقرآن قلوبنا، ونوِّر بالقرآن عقولنا، ونوِّر بالقرآن بيوتنا، ونوِّر بالقرآن قبورنا. اللهم اجعل أبناء المسلمين من حملة القرآن. اللهم اجعل أبناء المسلمين من حملة القرآن. اللهم اجعل أبناء المسلمين من حملة القرآن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.